بنمسيكم بكل الخير والمحبة مشاهدي برنامج دامسكو من سوريا ومن كل العالم أيضا عبر شاشة العالم سوريا. دائما بنمسيكم بالأمل المتجدد يلي لازم نتمتع فيه وتضل عيوننا دائما على المستقبل. يسعد مساك فارس. يسعد مساكي مجدرين، مساء الخير لك ولكل حدا انضم لنا بهاللحظات بساعة دامسكو لليوم. فقرات عديدة ومواضيع متنوعة مثل العادة عم نكون معكم فيها، وما تنسوا دائما الإجراءات الوقائية والاحترازية بهالايام الصعبة اللي عم نمرق فيها لتضلوا دائما بأمان وخير وسلام. خلينا هلا مجدرين نشوف شو في بحلقتنا لليوم. العطر الدمشقي سفير للشباب العربي. غراس لزرع الأمل والعمل بكل مكان. عقمها والعمل الخيري المستمر بسوريا. كيف نجد بديل عن العمل الذي فقدناه بسبب كورونا؟ جولتنا لليوم حتكون على أحد أهم الشطآن ضمن الساحل بالوطن العربي، وأيضاً تعتبر قطب سياحي واقتصادي مهم جداً. إلى ميناء سكيكدا بالجزائر حتروح لأبها اللقطات ونرجع. اليوم ضيفنا حيكون من الأشخاص يلي تقدم لموسوعة جينيس بالعطر يلي هو ابتكره، يلي كان عبارة عن مزيج ما بين الفانيلا وما بين أيضا عطر الياسمين الدمشقي، وطبعا اسمه باللغة العربية دمشق بلد الياسمين. وبعد سنة ونص من الانتظار فوجئ باتصال عم يخبروه أنه عطره انقبل ليكون بذلك أصغر خبير عطور بسوريا. وطبعا اكثر حنحكي عنه وحنحكي عن الشيء اللي وصل له، خصوصا انه هو اليوم يعتبر سفير للشباب واخذ درع واثنين عن هذا الموضوع. رح نحكي معه اكثر. انس، اهلا وسهلا فيك انس عباس، صرت معنا جوا الاستديو. اهلا فيكم، يسعد مساك يا رب. مساك يا رب. يسعد مساك انس، اهلا وسهلا فيك. نورت. نحكي لي كيف بلشت قصتك مع العطور، امتى هيك دخلت هذا العالم وكيف؟ بصراحه ب 2013 كنت اشتغل مع والدي بهالمهنه بمحل، اشتغلت لفترة كتير منيحة، فأنا كان شغفي أكتر ويعني حلمي أكتر فوت بعالم التمثيل بصراحة. فبظروف وبعائلتي يعني صعب هذا الموضوع، ما رفض موضوع التمثيل، فكان شغفي أكتر صار الإعلام. فأنا قلت معقول بالعطول أنه أنعرف وانشهر مثل ما بدي أو أوصل للشيء اللي بدي إياه، فحاولت أجمع بين الاثنين سوا و اتبحر بعالم العطور لحتى انقله عن طريق الاعلام ببرنامج معين.
انه ننشر ثقافه العطور بطريقه معينه، مو انه والله استضافه خمس دقائق نحكي عن العطر، فانه العالم ما حتاخذ حقها، ما حننشر ثقافه العطور بشكل كثير كبير. فعملت برنامج عن العطور على السوشيال ميديا ولقى رواج كثير كبير ومشاركات كبيره، ومن خلاله اتاح لي الفرص اني يكون اقدم لجمعيه العطارين بالشرق الاوسط لحتى اعمل عده اعمال لحتى احصل فيها على لقب سفير الشباب العربي. حلو كثير، قديش جرأة منك أنس إنه بهذا العمر وعم بتخوض هاي التجارب، مقوي قلبه وفايت على جمعية العطارين، عم تنافس 90 يعني خلينا نقول مثل ما مصرح بأحد المواقع الإلكترونية 90 منافس كانوا معك حول أنحاء العالم، وأنت اليوم نلت لقب سفير الشباب العربي. وهي المرحلة اليوم بدي تحكي لي عنها، يعني أنت اليوم نلت هذا اللقب، شو 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 قدم لك هذا اللقب اليوم؟ هلا لقب سفير الشباب العربي هو بينعطى للشخص اللي عنده مسيره فعاله بشكل عام. انا كنت يعني وقفت باربع مجالات او ثلاث مجالات بشكل كتير كبير، اللي هن الاعلام، انا هلا عم اشتغل عدد امور مهمه، وعالم العطور، وفتحت شيء بعيد عنه هو التسويق الالكتروني والماركتينج، فتحت على انستغرام، انا بشتغل بهذا الشيء مع مجموعه من الشباب والبلوجر والفاشينيستا بالبلد، فقدرت اسوق لعده امور بشكل كتير كبير ومن دون ما تظهر صورتي بشكل واضح على بعض الأمور التسويقية. فيعني وفقت بين ثلاث مجالات لحتى نلت هذا اللقب اللي هو لقب سفير الشباب العربي. هو بيهيئني أني هلأ أعمل عدة فعاليات تضم شباب وصبايا سوريا، يعني نقدر نعلي اسم سوريا أكثر وأكثر، ونعمل شغلات مهمة تعمل شيء على أرض الواقع. يا رب تمام. إن شاء الله. تمام إن شاء الله، بالتوفيق دائما. أنا شو اللي بيميزك عن باقي العطارين؟ مثل ما بنعرف مجدولين مهنة تركيب العطور مهنة عريقة بدمشق، وأيضا دمشقيين عندهم باع طويل بهي المهنة، كيف قدرت تتميز؟ يعني اليوم أنا عن طريق الإنترنت بقدر فوت أعرف كل تركيبات العطور حول العالم. طبعا. شو اللي ميز أناس؟ كيف قدر يعمل بصمته المميزة بهذا الموضوع؟ هلا اليوم في شيء يعني في هاشتاج انتشر انه أنس عباس يجمع سوريا بزجاجة عطر. انا عملت عطر تتغير ريحته كل بضع دقائق، رأس الريحة ياسمين، قاعدة الريحة تتغير من بشرة لبشرة. على بشرتك ممكن تقلب للعود، وعلى بشرتها تقلب للفانيل، وعلى بشرتي الكوكونات، حسب البشرة الجافة ولا الدهنية. وانا اليوم اتبعت شيء تاني، هو انه نعطي العطر للشخص، مو العطر الحلو، العطر اللي بيناسبه، بيناسب بشرته الجافة اما الدهنية اما المختلطة، يلي بيأثر عليه، يلي بيفوح معه أكتر. يعني ممكن إذا تستخدم عطر يستخدمه صديقك ما يطلع حلو، لكن لما يستخدمه حدا تاني مثلا يطلع حلو، لأنه اختلاف بشرات. فحاولت إنه كل شخص يكون له العطر الخاص فيه، حاولت أحكي عن كل عطر يعني بطريقة تخلي الناس تحبه للعطر. هلا الناس كلها إلا ياسمين مثلا تنقص أحيانا، لأنه أخذ فكرة عن ريحة الياسمين إنه قوي، لكن أنا صح إنه ريحة زاخمة تماما. الياسمين عملته إنه طريقة تكون فريش ومنعش وحلو. حتى في عنا أهم عطر بسوريا، وهو أهم عطر بالعالم، عطر الوردة الشامية، اللي هي إحنا متميزين فيها. عنا الوردة الشامية هي أهم وردة للعطور، يعني هاي الوردة إذا شركات عالمية بتهافت تأخذ منها. حلو كتير. طب اليوم أناس منلاقي إنه في عندك عروض عم تتقدم لك، يعني اليوم سلطنة عمان قدمت لك عرض لابتكار عطور خاصة فيك بمكونات غربية وشرقية سوا، إضافة إلى أنك أنت اشتغلت شيء خاص بطابع دمشق وطابع خاص بفلسطين. اليوم أناس لوين نظره، لوين رايح؟ هلا بصراحة أنا عملت لعدة بلدان عربية، كل بلد عطر يناسبها. يعني أنا أطلقت عطر لفلسطين يجمع فلسطين بالمكونات اللي فلسطين تشتهر فيها، البرتقال والليمون. البرتقال والليمون. وعملنا شيء للمغرب العربي اللي بيجمع المغرب كله، ولقى كتير كتير يعني رواج كتير كبير من أهل المغرب العربي، يعني تونس والجزائر والمغرب. وحاليا هلا إن شاء الله يعني النية هي لمواضيع أكبر من هيك، لبراند يكون بعدة بكل بلدان العالم ينتشر هذا الاسم. اليوم يعني اسم دمشق بلد الياسمين هو تقريبا انتشر بكل العالم، لكن لسه لازم ينتشر اكثر. يعني اليوم اغلب وكالات العالم صورت هذا الشيء واخذت هذا المنتج ونزل باسيا، بالصين، حتى فرنسا اللي هي بلد العطور، العطور وصل لها ولامريكا كمان. فلسه ان شاء الله الطموح اكثر انه يكون في مصنع خاص بالعطور، واكيد يعني بتمنى انه نقدر لسه نعمل اكثر. يعني عندنا قشر الليمون بسوريا، نحن ممكن نعمل منه زيوت ريحتها كثير منعشه وحلوه. حتى انا اطلقت عطر جديد اسمه بام، ينشط الدورة الدموية بمكونات معينة، بيأثر على الدماغ لينشط الدورة الدموية، فيه ليمون ونعناع. حلو كتير انك دامج ما بين فعلا يعني العلم
والعطر بمعلوماته وتفاصيله، هذا الشيء كثير حلو. حتى عملت البيس اند هابينوس بجلب السعاده كمان، خلص دغري هذا. حلو. هو كان هذا العطر لازم لسوريا، لكن احد البلدان هي حبت هذا الشيء اكثر وتم يعني اقتناؤه لإلون، لكن لما رجعنا نعمل منه المكونات انفقدت بصراحه. تمام. يعني هي العطور اثبتت فعاليتها على الارض، يعني فعلا انا بس ممكن يرتفع عندي الدوبامين، اشعر بالسعاده. يعني اليوم اللافندر هو بيأثر على الدماغ بشكل عام، يعني بتلاقي بمراكز بتعالج توحد والامور هي بيحطوا بالمباخر روائح اللافندر، روائح المسك اللي بتأثر على الدماغ وتريح الاعصاب. فانا ركزت بهي الطبقات. واليوم في شيء اسمه الراحه النفسيه، يعني اليوم الناس انه لما تاخذ مثلا لنفرض دواء اللي بيقوي الذاكره، هلا هو نفسيا تحفظ انه هو قوى ذاكرته، تمام. والعطر نفس الشيء، فيه شيء قوي ذاكرته بس مو بالشيء اللي هو متصوره، وحتى العطر مو بالشيء اللي هو متصوره. لكن اليوم انه احيانا انا بحكي عن عطر ناس من دون ما تشمه من عده بلدان تطلبه، تمام، وحبيناه من الوصف تبعه. تمام. اليوم نفسية. الامور النفسيه هي اكثر عم صحيح. تمام. نفسيا بتصير الواحد تمام. عنده بطاقته الايجابيه بعقله الباطن بصير. لا، وفي فكره حكاها عن جد انا لامستها انه فعلا العطر بيكون نفسه بس على كل شخص عم بيكون تمام. ريحه شكل، لانه تمام. الجلد بتوقع بيفرز رائحه معينه بتفاعله مع العطر بيختلف. حتى يعني حتى بالبلدان الاخرى انه بيقولوا انه لما يشوفوا العطر انه انس عامله بس مو مكتوب اسم انس عليه لنفرض، لانس عامله العطر نفسه بس انه مو انس كاتب اسمه، خلص بيقولوا انه لا مو تمام، انه انا بكون عبي بس مو حاط اسمي، فعم بضطر الاسم يكون موجود على اي شيء باي انس عباس. تمام. بهذا الموضوع انس بدي استغل وجودك وخبرتك برا بمراكز العطور الكبيره فارهه، مثل باريس عاصمه العطور مثل ما قلت، لما تروح بدك تشتري عطر بيحاولوا ببعض الاحيان، شفنا ورينا على الانترنت انه بياخذوا قطعه من ملابسك لحتى يحللوا افرازات جسمك ويشوف العطر المناسب. نحن وين من هاي من هذا الموضوع؟ بعدنا متاخرين عنه بس انت هلا ذكرته بحديثك. تماما. انا هذا الشيء بصراحه بقدر عم اشتغله بس حاولت خفف شوي لانه صار في ضغط كتير كبير من جميع الناس، وانا ما بقدر انه لا وفق لكل الناس بصراحه. انا بتمنى اني اقدر لكل الناس، لكن هلا عم بعمل شيء لاقدر وفق لكل الناس تقدر تعمل هذا الشيء، واي حدا عنده رغبه بانه يعمل عطر خاص فيه. انا عم في اكاديميه خاصه بتعليم العطور قريبا ان شاء الله بدي افتحها، انه درب الناس على العطور على المفاهيم الصحيحه. يعني اليوم بسوريا ما في عندنا ولا مصمم عطور مصرح عليه بالعالم، ولا عندنا اكاديميه ولا نقابه خاصه بالعطور لتخلي اشخاص معينه تبيع عطور، لانه اليوم عم يصير تزييت على الجسم، عم يصير خزعبلات كتير تبع انه مثبت البراد، انا كل هالمفاهيم الخاطئه عم نحاول صححها. فهلا حاليا في امور عم نشتغل عليها، هي نقابه خاصه بالعطارين، ليصير في عطارين معينين ببلدنا نقدر نعتمد عليهم حتى يصير للشخص ثقه بالتركيب. انا الحمد لله اقنعت الدمشقيين واقنعت السوريين بشكل عام انه التركيب هو بعض انواع التركيب، طبعا مو كل شيء ناجح ومثل الاورجينال، ليوفروا على حالهم الدفع الكتير كبير ليحصلوا على المرحلة اللي على المرحلة اللي توصلوا للعطر الأوريجينال. فبس هي الأكاديمية عملتها درب الشباب إنه يقدروا يعملوا مثل ما أنا بعمل، ونقدر نساعد كل الناس. يعني أنا اليوم بقدر باليوم مثلاً شخصين، أكثر من شخصين ما بقدر أنا أسوي عطر لإلهم، لأن يعني اليوم الروائح الأحادية المكونات صعب شمها كتير تقيلة. يعني عامل مثلاً ريحة نسكافيه مثل روائح ستاربكس والقهوة والقصص هي اللي تغري الزباين تشم قهوة، هي الريحة إذا تشمها الشخص تشم بعدها ريحة تانية ما عاد يشم لأنه كتير قوية وتركيزها عالي. تماماً. قدي حلوين هالمعلومات وقديش مبسوطين فيك أناس إنه فعلاً شخص بعمرك متحدث يمتلك معلومات معبي مركزه وقادر يوصل عالمياً مو بس محلياً. بدي منك رسالة لكل الشباب يلي من جيلك أو حتى أصغر أو حتى أكبر لحتى نقدر نحفزهم إنه ما نخلي الظروف يلي تتحكم فينا. تفضل. هلا أول شيء أنا حدا مر كتير كتير يعني أمور صعبة بصراحة، من 2014 ل 2019 أنا كنت بدرس وبشتغل مع الدراسة مو للحاجة المادية أبدا، لكن أنا كان عندي حلم وطموح، لأنه حدا قال لي أنت ما بتوصل وأنت ما راح بيوم من الأيام تشوف الشاشة مثلا. لكن الحمد لله اليوم محط، حاولت كتير ودقيت كتير أبواب وكلها تسكرت بوشي بصراحة، بموضوع الإعلام بالذات، أنه هو موضوع عنا بسوريا بالذات بس نسمع حدا بده يفوت بعالم الإعلام يعني 90% من الناس بتبعدوا عن هذا المجال، واي مجال فيه شهره الناس بتبعدوا عنه بيقولوا انه صعب. لكن انا بقول لاي حدا احلام وطماع بحلمك
لأنه رح توصل له بالنهاية. لو ما وصلت له بشكل كامل مهم ترضى عن الشيء اللي وصلت له، لأنه إذا اليوم ما رضينا عن الشيء اللي وصلنا له نحن أكيد ما نقدر نكفي. يعني اليوم إذا أي حدا قالنا ما رح تقدر وقفنا أكيد نحن اليوم رح نبقى بمكاننا وما رح نوصل للحلم اللي بدنا إياه. فأنا بقول لأي حدا يطمع بحلمه ويحلم أكثر، لأنه قد ما طمع يوصل لربع هالحلم هذا رح يقدر يحققه لقدام. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كتير لألك أنس على وجودك معنا اليوم، والله يخليك بهالهمة وبهالطاقة الإيجابية وبهالطموح. أنت رح تكبر وتكبر وإن شاء الله باللقاءات القادمة رح تكون موجود معنا وبإنجازات أكبر إن شاء الله. يا رب أنا شرفت فيكم، شكرا لكم. شكرا شكرا لك ولأهلك كمان يلي بيدعموك دائما هنون معك. شكرا كثير لوجودك. الله يحميك ودير بالك من الكورونا مشان تحسني الشم لانه هي رسمالك الشم خالص هي يعني رسمالك. شكرا كثير لك انس. شكرا لك انس، الله يحميك يا رب. الله يسلمك يا رب. مشاهدينا، على طول في أشخاص بحياتنا بيضل في ببالنا وبذاكرتنا ملامحهم تفاصيلهم أمور حياتهم يلي مروا فيها، ولكن لما بيكون هذا الشخص هو شخص معمر ووصل بعمره للمية وست سنين هون فينا نقول إنه في حالة مختلفة ممكن يمرقنا بشريط كامل من الحياة بملامح جميلة جدا. لهيك فارس نحن هي قصة العم أبو ياسين اللي رح نتابع بهالتقرير ونرجع. اسمي أحمد ابن محمد أديب الصعيدي الحسيني. هويتي 1914. أنا إمتى يوم صار مدرسة عنبر دخلت المعترك، دخلت بالصف السادس بمسابقة وطلعت أول، دخلوني معي لغة فرنسي، معي لغة إنجليزي، معي لغة كردية، دراسات عليا خاصة فقه اللغة العربية ودراسة القرآن، أعلى دراسة في العالم. يعني مين بدي أقول لك رفقائي كلهم ماتوا، كلهم ماتوا يلي دخلت أنا وياهم. الله سبحانه وتعالى كتب نصيب لوالدي، أخذنا هالمكان ما كان هيك، ركضني هالواجهات هالبلاط هالكذا، واللي قام بهالأعمال كلها أصغر أولاده لأبي. أنا هي ياسمين بلدي، هي أنا زرعتها لوالدي، هالتأسيس هالشجرية هالكذا هاي أنا مع والدي. أبي اسمه محمد أديب، أبي من رجال مسلم عربي سوري وطني، ليست له أنانية مادية في الدنيا. كل زعماء الثورة السورية يلجأوا له وأبي اتلاحى روشتي. الرئيس الأولى بالاتحاد النسائي لمدن أولادي، خرجت أولاد الذكور والإناث، بنت واحدة بدراسات أم كل الأخلاق وعلى تبهي. لا 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 هيك لا 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 هلا يفتخروا أنه أنا أبوهم، أنا بفتخر بأولادي. كانوا ينشأوا إلها حماية بالرجال بالنساء بالمزروعات بالمأكل بالمشرب بالسياسة. يا حولت السورية أتمنى الله ترجع لمكانتها. كثير بنسمع عن الجهات يلي بتقول انه هي بتسعى دائما لبناء انسان واعي فعال ضمن المجتمع لحتى تقرب طبقات المجتمع من بعضها، ولكن بالمقابل نادرا ما نلاقي جهات فعلا تعمل ما تقول.
جمعية غراس التنموية من خلال برامجها اختارت الاهتمام بشرائح المجتمع ورفع السوية الثقافية والتعليمية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية لتأمين سبل العيش الكريم واستثمار القدرات والمهارات لتحقيق تنمية مستدامة. وطبعا لنحكي عن أعمال جمعية غراس أكثر لحتى فعلا نلاقي أن القول مقرون مع الفعل. بصرنا نرحب بنور سقال مسؤولة لجنة الطفل وعضو تنفيذي ضمن الجمعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خير ياك يا رب. تسلم يا رب. يسعد مساكي استاذ. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا فيك. بدايه خبرينا عن جمعيه غراس، جمعيه غراس التنمويه، خبرينا عن جمعيه ونشاطاتها. الحقيقه نحن جمعيه تنمويه تعنى بالطفل، بالمراه، تعنى بالاسر، الاسر الاجتماعيه، اسر الايتام، اسر فاقدين المعيل. هدفها الاساسي المراه انه تتحول من امراه طالبه للاعاله الى امراه تقدر تعيل نفسها، تعيل اسرتها، تقدر توقف بالمجتمع. فتحنا كذا مشروع يقدر يساعد هالسيدات لعملهم منهم طيبات غراس، اللي هو بيشتغل بالمونة وبالمطبخ ضمن العمل المنزلي لسيدات المجتمع السوري، وكان الحقيقة يعني إنتاج رائع، استثمر عدد كبير من السيدات بعملهم. فالحقيقة يعني الحمد لله مشروع ناجح وكتير عليه إقبال من المجتمع المحلي حتى لدعم الجمعية وأسرها. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ألف الحمد لله. حكيتي عن طيبات غراس ونحن سبق وكنا معكم بتصوير جوا مطبخ طيبات غراس، ولكن حابة أعرف أكثر كمان عن البرامج الأخرى، لأنه أكيد مو بس طيبات غراس، في لسه كمان برامج كمان. إحنا في عنا المركز الطبي بحرستا، هو مركز طبي متكامل فيه عيادة نسائية، مخبر، عيادة أطفال، عيادة بوضع حرستا. فهو دائما عنا تقريبا 120 مراجع يوميا، حتى مو بس لأسر الجمعية القاطنين حصرا بحرستا، أيضا من المجتمع المحلي وحتى من مناطق الغوطة أغلبها يعني اللي محيطة فيها، فهو عم يخدم شريحة كبيرة من أهل الغوطة، وتقديم الدواء مجانا، والحمد لله عم يكون عليه إقبال كثير. الله يعافي الكل وما يعتاز، وأكيد بس هو كمشروع كمان جدا ناجح، وبتحسي إنه كعيادات العالم كله هلأ إن شاء الله كل ماله بيكبر وكل ماله بيضل أكثر وأكثر إن شاء الله. وفي شيء بخص الطفل؟ أكيد في عيادات أطفال. بالنسبة لإحنا للطفل، إحنا كجمعية هدفنا يعني أنا كعم بحكي كمسؤولة الطفل، يمكن مو أزود من غيري، لا والله، بس إحنا بنحب دائما الطفل يكون له حيز كثير كبير، نقدر نرسم بسمة على وجوههم. دائما نحن بالنوادي الصيفية بالصيف دائما بنكون لهم حصة كثير كبيرة، بنعمل يوم مراح، حسابات الذهني الدورية ما توقفت عنا ابدا بالجمعية، وكان في كثير طلبة متفوقين يعني وصلوا، حتى مسابقات القراءة اللي كانت من دار الفكر كمان شاركوا من عنا اطفال. فالطفل عنا له معزة خاصة، يعني له مكانة خاصة من أعمال الجمعية. اكيد اكيد الله يحميهم يا رب. بدنا نحكي عن فترة كورونا، شو أبرز نشاطاتكم؟ هي هالجائحة يعني كانت سيئة جدا، الله يعني يعفو عنا كلنا وبنخلص منها هيك بأقدر إن شاء الله. بس نحن كجمعية الحقيقة كتير حاولنا إنه نخففها على أسرنا وعلى المجتمع المحلي، حاولنا نقدم مساعدات، سلات صحية، حاولنا نقدم كمامات، خيطنا بفرع بجديدة عنا، خيطنا كمامات وزعناها على الأسر وعلى المجتمع المحلي لنشر الوعي ضمن حملات توعية كبيرة إنه الكمامة بتحمي، الكمامة بتساعد، والحمد لله يعني لاقت تفاعل وإقبال من العالم. بحكم الكورونا كمان صار في أزمة اقتصادية على الكل، فكمان صار في مساعدات مالية وسلل غذائية توزعت من الجمعية للأسر المستفيدة، والله يقدرنا يعني نقدر دائما نوقف مع أهلنا وإخواتنا كلياتنا إيد بإيد يا رب إن شاء الله. بس هو الكورونا كان جائحته كبيرة ويعني له يعني في ناس كثير مهامها الاقتصادية وقفت، فيعني تمام. طب خلينا نحكي، معناتها أنتم شو الإجراءات اللي اتخذتوها كونكم فاتحين مطبخ، وأغلب الناس يعني صارت تخوف تروح على المطاعم، فكيف إنه تأخذ أكل مطبوخ خالص على بيتها؟ خبرينا عن الإجراءات اللي قمتوا فيها أنتم كجمعية. الحقيقة إحنا كمطبخ، أنا أبداً ما عم بحكي عنه كمطبخ لأنه أنا مثلاً أنا عم شوف بعيني، بس أي إنسان ممكن يفوت يتفرج. إحنا بكورونا أو بغير كورونا النظافة عنا دائماً 100%، دائماً السيدات نظافة، تعقيم، الأواني اللي عم يطبخوا فيها قمة النظافة، يعني كيف سيدات البيت كيف إحنا بنطبخ ببيوتنا هالسيدات عم يطبخوا، فما كتير فرقت معهم بالكورونا إنه يعني زيادة تعقيم أو كذا، هن بالأساس يعني من بداية إنشاء المطبخ هن كانوا بقمة النظافة وقمة الحرص إنه ياخذوا العالم حتى اللي مستفيدين، وهذا دليل ثقة معظم العالم، يعني كل ما له اسم طيبات غراس عم يكبر. صحيح. فلو ما شافوا هالشي من أول شيء مو حصرا بالكورونا ما كانوا رجعوا وطلبوا وتعاملوا معنا أكثر. تمام. على الأرض أستاذة نور، شو عم نشتغل على مشاريع هلا وشو محضرين بال
بالفتره هلا نحن بتعرفي الجائحه حدت من أكيد. الحركه بشكل عام لدى أكيد. الجميع اكيد هلا اكيد في عنا نقص بالكادر يعني بالمستوى التعليم بحكم انه المدارس كلها وقفت بشهر 3 فاكيد هلا بده يصير في ترميم مثل ما نحن هلا عملنا تواصل عبر الواتساب حتى لطلاب الشهادات كان في ترميم اي سؤال معهم من قبل لجنه التعليم يعني حطوا وصاروا مثلا يرمموا لطلاب الشهادات وكذا حتى نحن هلا كاطفال بالانجليزي بالمواد العلميه اي شيء هن على التواصل عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي حتى نقدر انه نتواصل معهم ويعني نسدد هالفجوه اللي صارت مع الاطفال يعني خاصه ومع حتى الشهادات اللي صارت عنهم. بالنسبه للطفل اليوم شو في نشاطات خاصه فيه غير النادي الصيفي او التعليمي اللي عم بيصير لسد الفجوه اللي صارت عملنا كثير احنا مثلا بالطفل بالذات مثلا بنعمل احيانا عملنا دوره روبورت الالي عملنا الحساب الذهني حاولنا التعليم عن طريق اللعب حلو يعني تطوير مهارات الطفل تمام يعني فكل مره عم يكون في شيء متجدد خاص باطفال اسرنا وحتى للمجتمع المحلي يعني عم يكون في كثير انشطه ونشاطات كبيره حلو الله يعطيكم الف عافيه يا رب الله يعطيكم الف عافيه اليوم مجدولين بظل الجائحه في كثير اسر عم تحاول تتجنب الشراء من المطاعم والوجبات السريعه بالمقابل ممكن يكون في حلول بديله اللي هي مثلا المطبخ اللي عم تشتغلوا فيه مشروع طيبات غراس لانه في وثوقيه عم بشوفوا بعينهم عمليات التعقيم وكذا اي حدا حابب يحصل على هي المنتجات او الاكلات كيف ممكن يتم مطبخنا موجود بدوار المزرعه عن جامع الايمان مطبخ طيبات غراس موجود بيفتحوا من 9 ل 4 المساء واكيد في رقم تليفون موجود على الصفحه تبعهم على الفيسبوك حلو كثير يعني يلي حابب انه يتناول شيء من الماكولات او يوصي حتى المونه حتى مونة. كل شيء يعني مو بس وجبات اكل عاديه المونه وكله ما شاء الله يعني شيء ببيض الوش الله يعطيكم العافيه يا رب وشكم دائما ابيض مثل ما بنقول بالسوري بدي اعرف هلا منك للاشخاص اللي حابين ينضموا لكم او يشتغلوا معكم او تكون مثلا ممكن تكون امراه فاقده للمعيل وهي بحاجه انها تلاقي عمل لحتى هي تعيل اسرتها اكيد اكيد نحن هلا كاعضاء هيئه عامه نحن عددنا 100 ونحن طبعا في عندنا متطوعين كثير مشكوره جهودهم في كثير في يعني الشعب السوري شعب بيحمل مسؤوليه كثير وبيحب دائما انه يساعد ما يضل حاط ايده على ايد فالجمعيات كثير عم يكون عندها مساعده من المتطوعين رائعه يعني هي تحيه كبيره للشعب السوري كله أكيد. فاكيد يعني حتى اي امراه حابه انه يكون عندها اعاله بتنزل على اي جمعيه او على جمعيتنا بيعملوا لها دراسه لوضعها وبيشوفوا الاوراق المطلوبه وكل شيء وان شاء الله يعني باذن الله الجمعيات ما بدها بابا مفتوح للكل ومين ما قدم اكيد باذن الله ضمن شروط وضمن دراسه مسبقه من 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 لجنه الدراسات ان شاء الله بيصير كل خير يا رب تمام. ان شاء الله يا تمام. رب تمام استاذه نهايه قبل ما نودعك اليوم في توجه من قبل كل الجمعيات كل المجتمع المدني للتماشي مع الجائحه والظرف الاخير تمام. اللي هو له علاقه باكتظاظ المشافي نقص المعقمات نقص المنافس رح يكون في للجمعيه اي نشاط من هذا النوع لتلبية متطلبات الفترة أكيد نحن وزعنا معقمات وحاولنا نوزع وزعنا بخاخات حتى سلال صحية ضمن البيت لحكم أنه الأسرة قاعدين ببيتهم يحاولوا يعقموا بغراضهم ببيتهم بكذا لحتى نقدر نخفف حتى نحن يعني إذا قدرنا نقوم بأسرنا والمجتمع اللي حوالينا نخفف عن باقي المستشفيات والمراكز الصحية العالم اللي عم تطلب تمام يعني. للأطفال في كان في هيك شيء توجه للأطفال تعزيز أساليب الوقاية أكيد حتى عملنا أحيانا يعني أنه نعزز الدراسة انه لازم دائما التغسيل دائما نبعد عن الشغلات اللي ما بنعرف انه وسخه بالارض وهيك لا تمسكوا يعني هي دائما حملات توعويه حمله يعني. حملات توعويه حاولنا انه ننشر لهم الوعي اكثر قد ما بنقدر يعني والله يحمينا كياتنا يا رب ان شاء الله تخلص الكورونا وجائحتها ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يبعد عن الكل ويبعد اتعابه ومضاعفاته عن اي شخص آمين. يا رب جميعا ان شاء الله الله يعطيكم الف عافيه وكل التوفيق لكل الاعمال اللي عم تقوموا فيها يا رب شكرا كثير لكم شكرا لاستضافتكم الحلوه سلم ايديكم يا رب شكرا اهلا وسهلا نورتينا والشكر الموصول لكافة أعضاء الجمعية شكرا لك مشاهدينا وباء كورونا مستمر الجائحة بعد ما خلصت وبذروتها ما تنسوا دائما أساليب الوقاية والتعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية آخر مستجدات فيروس كورونا بها التقرير قد لا يكون شهر أيلول القادم شهراً عادياً بظل انتشار فيروس كورونا المستجد فقد نشهد موجة تفشي كبيرة بعد عودة السياح إلى ديار من عطل وذلك بحسب ما حذرت منه رئيسة قسم الأمراض المعدية بكلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة وأظهرت دراسة جديدة لمستشفى سان جيمس بدبلن بإيرلندا أن الأشخاص الأصغر سناً المصابين بكوفيد-19
هم أكثر عرضة لفقدان حاسة الشم والتذوق مقارنة بالمرضى الأكبر سناً. ويعتقد أن فقدان الشم ناتج عن تسلل الفيروس إلى الخلايا، ما يعطي دعم هيكلي رئيسي للخلايا العصبية الحسية. وعلى الرغم من ذلك ينبغي على الناس أنه يعزلوا أنفسهم إذا فقدوا حاسة الشم أو التذوق، لأن أحد أعراض المرض المعترف بها رسمياً. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه ممكن ما يكون حل سحري إطلاقاً لفيروس كورونا المستجد COVID-19 رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة حذرت من أنه جائحة COVID-19 رح تكون على الأرجح طويلة الأمد، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية بعد 6 أشهر من قرع ناقوس الخطر على مستوى العالم. أهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا. لليوم نلاقي في كتير من الفرق التطوعية اللي أخذت على عاتقها نشر سياسة الوقاية والتعقيم خصيصا بأزمة كورونا. واليوم نحن مثل ما عم نسمع بالأخبار وعم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فينا نقول وصلنا لمرحلة الذروة، ولكن ذروة الوقاية لازم تكون هلا. لهيك فريق عقمها لازال حتى اليوم عم يقوم بالعديد من الأعمال والنشاطات لحتى يخبر الناس ويوقيها ويساعدها ويكون إلى سند بهالأزمة يلي نحن عم نمر فيها بسوريا. يوم فريق عقمها حمل على عاتقه مسؤولية تأمين منافس خاصة بالأشخاص اللي تطور عندهم وباء كورونا نتيجة للإصابة. لنحكي أكثر عن أعمالهم بصيرنا نرحب بزاهر بكير مسؤول الفريق الميداني الإسعافي عبر الهاتف معنا. مساء الخير زاهر. مساء الورد، يا هلا. يسعد مساك يا رب زاهر. ومساك بجين. هلا فيك الحمد لله. بالبداية زاهر، اليوم نحن عرفنا من خلال البوستات اللي عم تصدوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه عم يتم جمع تبرعات لشراء منافس تكون إسعافية للأشخاص المصابين بكورونا وتطورت حالتهم. خبرنا أكثر عن هالخطوة اللي هلا أنتم عم تقوموا فيها. تمام، هلا نحن بداية الله يعافي الجميع وإن شاء الله أزمة وبتمروا. بداية هلا نحن أمننا شوية أسطوانات أكسجين لحتى نطلع بيوت العالم المصابة، وكان عنده نقص بالأكسجين، فكرمال ما ينزلوا على المشفى. بعرف المشافي مليانة حالات لأنه ووضع صعب بالمشافي، الله يعين الكادر الطبي. فلقينا نحن أنه لازم نقدم شيء، فجبنا أسطوانات نطلع على البيوت نركبها للمرضى بحيث لبين ما يقدروا يأمنوا، يعني شيء إسعافه نحن قدرنا نساوي. والحمد لله في عالم استفادت كثير وفي عالم صحي، وللأسف بالشق الثاني في عالم يعني لا حول ولا قوة إلا ما قدرنا. ما كل أسف. الله يحمي الجميع والله يرحم من كل من رحلوا نتيجة هذا الفيروس أو أي عارض صحي آخر. زاهر، اليوم كيف الوضع الجاهزية خليني نسميه عندكم؟ يعني إن شاء الله في عدد منيح من المنافس، في كادر قادر أنه يغطي الحاجة الكبيرة اللي رح نشهدها للأسف في الأيام القادمة. والله يعني ما رح أخفيك سر، يعني وضع المتطوعين عنا قليل. نحن بحاجة متطوعين، نعم بحاجة متطوعين ويكونوا مختصين يعني طبيا أو ممرضين على الأقلية. التبرعات نحن طبعا بحاجة تبرعات، عم يجينا يعني فعلين خير كتار الحمد لله. الحمد لله. بس بنفس الوقت يعني عم ينقصنا أحيانا شوي. يعني نحن لهلأ ما قدرنا نأمن سيارة مثلا تاخذنا وتجيبنا، فيعني عم نركب مواصلات عامة ويعني صعبة شوي. فنحن بحاجة سيارة حاليا. تمام. بحاجة سيارة ومتطوعين إضافة لبعض التبرعات المالية لشراء أكبر عدد من المنافس وعبوات الأكسجين يلي ممكن تساعد الأشخاص المصابين، صحيح؟ تمام. طيب تمام. اليوم زاهر، خلينا للأشخاص يلي عم يشوفونا ويتابعونا إن كان عن طريق شاشة العالم سوريا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، كيف ممكن نحن كأشخاص عم نتابعكم نتبرع أو نساهم ونكون معكم بعقمها؟ تمام، هلا بامكانكم تتواصلوا معي على رقمي نفسه او رقم الهاتف او عن طريق رقم مؤسس مبادره عقمها عمر بوزو. كمان اذا تحبوا تحت الهواء بعطيكم الرقم وبنشره انتم. بنقبل التبرعات الماديه طبعا في حال نحن اشترينا فيها اي ادويه طبيه، نبعث فيها فواتير او صور عن الفواتير لصاحب التبرع لحتى يعرف مصرياته وين راحوا.
الفواتير نحن كلياتها محتفظين فيها. تمام. او اذا بيحب المتبرع فين هو يشتري الاداه الطبيه ويبعث لنا اياها كمان نحن نجي ناخذها. تمام تمام. طيب بالنسبه للحالات المستفيده زاهر، اذا حدا اليوم بحاجه الله يبعد المرض عن الجميع، كيفكم كمان ممكن يتواصل معكم عن طريق نفس الارقام وكيف عم بتكون الاستجابه؟ هون كمان بدي انوه لموضوع مهم، انه الشخص اللي عم بيكون عم بيركب هي المنفسه هو على قدر من الخبره وهو كفؤ للقيام بهي المهمه. اكيد اكيد هذا الشيء. نحن من في حالات عم تكون مثلا بحاجه تركيب سيروم، بحاجه لفحص طبي كامل. نعم. نحن بنعتذر منه، نحن يعني تطوعنا كان وأسسنا هذا الفريق كرمال بس نأمن الأكسجين. يعني شفنا أنه في عازة كتير لهي المادة، فإحنا حاولنا قدر الإمكان يكون مساعدتنا عن طريق الإسطوانات. بتواصلوا معنا عن طريق كمان رقمي أو رقم السيد عمر. تمام. زاهر بدي أختم معك بهذا التساؤل وبشكل سريع، بالرغم من كل الأهمية، الأشخاص اللي حيكونوا متطوعين معكم أو اللي بدهم يتشجعوا يتطوعوا ولكن خايفين من أنهم ينصابوا أو يعتبروا من المخالطين أو ينعدوا بفيروس كورونا، شو الإجراءات اللي أنتم عم تقوموا فيها لحماية أنفسكم كفريق وحماية الأشخاص اللي حابين يتطوعوا معكم؟ تمام. هلأ بداية أكيد نحن لا نخفي أي سر أنه وضعنا احنا عم نكون بالخطوط الاولى وعم نكون مخالطين تماما للمرضى. فاكيد نحن من الناس اللي بخاف على حالي وبخاف على اهلي بالبيت طبعا، فلبستنا الواقيه الكامله معتمده من وزاره الصحه مع اقنعه الوجه الكامله، الكمامات المفلتره تبع الاسعاف، نظارات، كفوف، واقي احذيه كامل العتاد. نحن مأمنين الحمد لله. الحمد لله يا رب، الله يوفقكم وتضل ايديكم على طول ممدوده للخير، ونحن بهي الازمات بحاجه الاشخاص يلي مثلكم، بحاجه الهمه يلي موجوده عنكم. يعني شكرا كثير. عم نحاول نعمل اللي علينا، وان شاء الله يا رب اذنكم تمروا يا رب. الله يقويكم يا رب، والشكر موصول لكل اعضاء الفريق. شكرا لك زاهر، نورتنا. شكرا كثير. مشاهدينا مكفيين معكم، وطبعا اليوم الدكتوره ريتا عثمان حتروح معنا لحتى تخبرنا نصائح خاصة بالأكزيما الدهنية، حنتعرف على التفاصيل أكثر بهالمادة. زيادة الإفراز الدهني في فروة الرأس أو القشرة. في نظريات بتقول إنه بيزداد إنتاج الخلايا الدهنية، وفي نظريات تانية بتقول إنه إنتاج الخلايا نفسه ولكن المادة اللي مكون منها الدهن بيتغير تركيبة، يعني بيكون فيها كوليسترول أكثر ومواد تانية مرتفعة أكثر من الحالة العادية. ممكن تصيب الوليد يلي عمره أقل من 3 شهور، بهالحالة بسموها خبزة الرأس. بيكفي المسح بضمادات من زيت الزيتون لما بتكون الحالة أسوأ وما بتروح القشرة. ممكن نستخدم محاليل فيها ساليسيليك أسيد 3% أو محاليل يكون فيها كورتيزونات موضعية خفيفة جدا. أما عند البالغين فنشاهد زيادة الإفراز الدهني في فروة الرأس، على الحاجبين، على الأجفان، حتى في مجرى السمع، أيضا على الرقبة تحت الإبطين وعلى الصدر. ممكن استخدام الشامبوهات التي تحوي ساليسيليك أسيد أو مادة القطران أو التار. وكعلاج لزيادة الإفراز الدهني عند البالغين ممكن أيضاً استخدام المحاليل التي تحوي الكورتيزونات الخفيفة مثل الديكسالوكال، كورتيزونات متوسطة مثل الموميتازون، وأيضاً مضادات الفطور مثل الكلوتريمازول، ويفضل يكون فيهن محلول ساليسيليك أسيد تقريباً 5%. توضع هذه المحاليل بشكل تدريجي على فروة الرأس كل 3 أيام مرة لمدة أسبوع، كل يومين مرة لمدة أسبوع، وبعدين كل يوم مرة حتى تتحسن الحالة وبيتم الانسحاب تدريجي. أما للوجه فبنستخدم كريمات التاكروليموس والبيميكروليموس. في ناس بتكون حالتها صعبة ما بتنفع معاها كل هالعلاجات وبضل في قشرة بالرأس، هدول ممكن نستخدم لهم الايزوتريتينون بتركيز 0.1 ملي جرام لكل كيلو، هو نفسه يلي بنستخدمه بعلاج حب الشباب ينقص الإفراز الدهني. كونوا بصحة وكونوا أجمل. أنا دكتورة ريتا.
رجعنا ومتابعين معكم بدمسكو مشاهدينا لليوم. مجدولين نتيجة ظرف كورونا والجائحة تولدت العديد من الأزمات الاقتصادية، وبالتالي أدى هذا الموضوع لتخلي بعض الشركات أو الجهات التجارية عن بعض موظفيها، وبالتالي بقي هدول الأشخاص خارج نطاق الإنتاج. وهدول الأشخاص يلي خرجوا عن نطاق العمل نتيجة لتخليها الشركات أو الجهات التجارية، فقرتنا لليوم موجهة لكم، كيف ممكن نعوض العائد المالي يلي فقدناه نتيجة لخسراننا هالوظيفة يلي نحن كنا فيها، أو كيف ممكن نلاقي أعمال بديلة نقدر نشتغل فيها خلال هالفترة يلي نحن موجودين فيها خلال أزمة كورونا يلي إجت على كل العالم. هذا الشيء اللي حنحكيه مع الدكتور عمار دلول، ماجستير بإدارة الأعمال، صار معنا جوا استديو. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. بداية بدنا نحكي بخسائر أزمة كورونا على هذا الصعيد، صعيد العمالة التجارية، صعيد العمالة بشكل عام بالمجتمع. حقيقة إذا بتطلع القصة إجت تحت بند، خلينا نسميه unexpected risk، يعني مخاطر غير متوقعة لكل الأشخاص ولكل الشركات ولكل العمال. الحقيقة الأزمة كانت صعبة كتير اقتصادياً. اليوم أكثر من 70% من الاقتصاد العالمي صار متأثر على كل الأنشطة والأصعدة بالكورونا. بس إذا نلاحظ يعني الأشياء أو الاقتصاد اللي ما تأثر هو الاقتصاد الافتراضي، اللي هو متعلق بالنشاطات التجارية الافتراضية اللي ما بتترتب على على الشخص انه يكون موجود ضمن مجموعه بمكان واحد، اللي عمليا بتعرف كله صار هلا عم يحافظ على التباعد الاجتماعي والى اخره من هذا الموضوع. صحيح. طب اليوم دكتور لما بدنا نحكي عن ازمه كورونا، ما فينا الا نتخيل فعلا انه في جهات وشركات تخلت عن عدد منيح من موظفينها نتيجه للازمه الاقتصاديه. صحيح. اللي جاءت مع كورونا بشكل كامل يعني. فاليوم انا كشخص فقدت عملي، هل انا فيني افكر انه فعلا في بدائل تعوضني ولا لا؟ أكيد 100%. شوفي اليوم هذا الحكي ممكن يؤدي لشيء كتير منيح عالميا، يعني على مستوى العالم كله، طبعا على صعيد بلدنا كونه جزء من العالم. إنه اليوم نرجع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هون أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إنه هي بهيك نوع من أنواع المخاطر ما بتتأثر. الشركات الضخمة الكبيرة تأثرت كتير وبالتالي استغنت عن الموظفين. هلا هون نشأت نوع من أنواع الحافز للأشخاص اللي يعملوا مشاريع خاصة صغيرة أو متوسطة أو يشتغلوا افتراضياً لمشاريعهم. فاليوم 100% العمل أونلاين، وبالتالي اليوم صار فيني حقق جزء من إيرادي اللي كنت أنا أوريدي مرتب أجندت أموري اللي عم بحكي المعيشية على أساسه، اللي هو إيراد شخصي. إذا كنت عم بحكي عن عامل ترك شغله أو شخص يعمل تحت قطاع معين، بأنه استند على الخبرات والمؤهلات اللي عندي والهوايات كمان، هي شغلة كتير مهمة لأنشأ نوع من أنواع البزنس الصغير، عمل صغير على قد يعني مستوى، إذا كان عمل خدمي أو حرفي، يعني ممكن يكون عمل حرفي أو خدمي أو تجاري. تمام. طيب دكتور اليوم في أشخاص بقطاعات معينة ما في عندهم حل. شوف اليوم تصنيفات القطاعات أصلا بالأساس في قطاعات دائما هي أول قطاعات تتأثر بالأزمات وآخر القطاعات اللي بتتعافى بالأزمات، فبيكون عادة مارجن الأرباح فيها عالي والعكس صحيح. فمثال أعطيك مثال اليوم على مستوى القطاع الغذائي، فبتلاقي الهوامش الأرباح فيه بالأساس هي صغيرة، ولكن هذا القطاع ما آخر قطاع بتأثر بأي أزمة، أول قطاع بتعفى من أي أزمة. عكس قطاع السياحة. تمام. قطاع السياحة هو قطاع اي هزه بتلاقي صار في مشكله بالسياحه، هزه سياسيه في مشكله بالسياحه، هزه مثلا مثل كورونا صار. صحيح. ولكن هو اخر قطاع بيتعافى من هذا الموضوع، والعامل فيه انه في هوامش ربح عالي. فنلاحظ انه نحن كنا نقول انه مثلا بنروح على قطاع سياحي معين، اوتيل او مطعم او شيء، بنقول انه ليك قديش عم يعملوا مصاري. هي صح. حقيقه لانه في ريسك كتير عالي بهذا القطاع. هلا نحن اليوم عم نفكر باليوم بالنقاش تبعنا كيف بدنا نحن نحقق ايراد لهالاشخاص اللي كانوا يعملوا بهذا القطاع. تماماً. انه يقدروا يعملوا شيء، مثلا خلينا نقول اعطي مثال، انه اليوم هو هذا القطاع فيه اشخاص كانوا عم يقدموا خدمه، ولتكن كان مثلا شيف بضمن منشاه سياحيه، هذا الشيف قادر من خلال يمكن عمل افتراضي عن طريق صفحه فيسبوك، عن طريق شويه ماركتينج اونلاين، عن طريق شويه يوتيوب بيسجلهم، يقدر يرجع يستقطب أشخاص يعمل من خلال عمل تجاري خدمي
يمكن من خلال الطبخ في البيت مع شوية ديليفري للما بعرف اشياء تماماً. ممكن من خلال تريننج اونلاين لبعض العالم بدها تتعلم الطبخ، ما بعرف يعني في كتير خيارات كوني بعيد عن هذا القطاع بالذات، انه يقدر من خلاله يحقق شيء بزنس اونلاين يقدر يعمل له ايراد. هلا ممكن يكون هالايراد ما بيوازي الايراد اللي كان عم حققه بالشكل الطبيعي، ولكن بده يشتغل على القصه لانه يقدر يبني القصه خطوه بخطوه لتوصل لمحل تصير ستيبل. يمكن كانت تكون القصه ايجابيه له ليتشجع يروح باتجاه يعمل شيء مشروع صغير له وينطلق فيه شوي شوي. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن الاعمال مثلا باشخاص كانوا فاتحين مكتبه نتيجه مثلا لاغلاق المنافذ التجاريه ما قدر يجيب نفس المعدات اللي كان يجيبها بالسابق والى اخره، كيف ممكن يعوض؟ او هذا الشخص يلي موجود اصلا بشركه خدميه ما تخلوا عنه نتيجه لوجود فائض بالموظفين مقارنه مع الخدمات اللي عم تتقدم، هذا الشخص شو ممكن يلاقي بدائل وكيف ممكن يطور مهاراته لحتى تتناسب مع هالبدائل اللي حينالها لاحقا؟ حقيقه نحن حكينا انه في عندنا قطاع خدمي بغض النظر شو نوع الخدمة أو قطاع تجاري، بغض النظر كمان على القطاع التجاري اليوم الخدمي بالشكل العام قادر هو الخدمي دائما بيعتمد أكثر شيء على حرفة، يعني أي قطاع خدمي بيعتمد على شيء أيدي عاملة إما فكرية أو يدوية، يعني يا أما بكون أنا عم أقدم خدمة هي تعتمد على شيء خبرة معينة أو حرفة، هدول الاثنين قادرين من خلال التسويق الإلكتروني اللي بيقدروا يعملوا من خلال السوشيال ميديا والى اخره يضلوا يقدموا الخدمه. فمثلا اذا انا بقدم خدمه صيانه وليكن لشيء ما، فانا قادر من خلالها انشئ شيء انه انا قادر اعمل هي الصيانه من خلال التواصل المباشر مع الزبائن اللي هي دايركت تو كاستمر دايركت تو كلاينت من خلال السوشيال ميديا، حتى يمكن تكون عم بقدر اعمل له انا سعر اوفر للاند يوزر يرغبني، لانه انا كنت اعمل تحت نطاق ممبريلا اللي هي الشركه تماماً. في هامش لي وهامش للشركه زائد هامش اللي كان عم يدير من خلال اوفر هيد الشركه اللي هي مكتبها والى اخره ومصاريفها الاخرى، فممكن يمكن انا سعر الخدمه اقدر اقدمها بشكل اقل واقدم خدمه اعلى من خلال السوشيال ميديا. هلا على القطاع التجاري ترجع القصه بنفس الشيء، نحن بنعرف كلياتنا صار اغلب مشترياتنا من الفيسبوك تماما، خاصه الصبايا فبتلاقي فاتي عم تشوف انه مدري شو اونلاين وبعرف مدري شيء، يعني اشياء رغم المخاطر الكبيره للصراحه 100% 100% هلا هي بحد ذاتها كمان شي مره بنحكي عنها لها ترتيب، بس ولكن اليوم انه المنتج اي منتج تجاري قادر اعرضه انا بشكل تسويق الكتروني. هلا بنلاحظ كثير صار في صفحات على الفيسبوك بعصر الكورونا، والله الميك اب صاروا يشتروا الصبايا اونلاين لانه محلات مسكره وما بعرف اشياء الثياب والى اخره، فاليوم بالعكس لسه التجاره اسهل انه نروح باتجاه التجاره الالكترونيه، وهي اللي صارت نهضت بالكورونا اكثر من 80% بالكره الارضيه التجاره الالكترونيه بسبب الكورونا، فبالعكس خلينا نقول انه عكست شيء ايجابي باتجاه التجاره الالكترونيه. تمام دكتور، وفق خبرتك واطلاعك على الواقع في منصات جديده الان اتيحت بالفتره الاخيره ان كان عربيا او حتى عالميا لتلبيه هدول الاشخاص، مثل ما قلت لك في كثير اشخاص بامكانهم يحولوا نشاطهم من مادي تجاري الى الكتروني، طيب في نعمل منصات جديده ممكن تفيدنا فيها؟ هو حقيقه لك على الصعيد العالمي الكل رايح كان باتجاه السوشيال ميديا والمواقع العالميه اللي هي مثل امازون والى اخره، ولكن نحن بهمنا الواقع السوري. بالواقع السوري صار في كثير تطبيقات، مشان ما كنا عم نسوي لتطبيق معين، ولكن صار في كثير تطبيقات اونلاين موجوده بالسوق اليوم، فينا ببساطه ندور على جوجل نشوفها انه سوق الكتروني سوري حيطلع لك كثير تطبيقات مطروحه، صار فيه يعني خلينا نقول التاجر او صاحب الخدمه او مقدم الخدمه يدخل من خلال هاي المنصه، او ممكن يعمل شيء من خلال السوشيال خاص فيه حسب حجم الخدمه، يعني انا اذا عم اقدم منتج واحد وليكن عم بيع مثلا هاي الكبايات او الكاسات من خلال 100 منتج، ممكن فوت من تحت منصه لانه ما عندي غير منتج او اثنين منتج ما حيكون هو اتراكتيف او جاذب لاي حدا يفوت بس مشان منتجين على صفحه خاصه. تماما. ولكن اذا انا عندي ست من المنتجات وليكن انا كنت عندي محل مستورد او ما بعرف شو او تاجر جمله، عندي مجموعه من التشكيله لهي المنتج، قادر انا من عناتها اعمل شيء خاص فيني لانه عندي تشكيله قادر تعمل جذب لمشترك يقدر يفوت لعندي، فهي صفة قرار. طبعا انا بنصح دائما انه حدا يقرا شوي، يعني اي حدا حابب يعملها ما ضر يكون عنده لا الكفاءات اللازمه ولا يكون هو اصلا دارس هذا بالعلم على مستوى صعيد خلينا نقول الكواليفيكيشن تبعه تسمح انه يكون عم يعمل تجاره الكترونيه، لانه قصه كثير بسيطه
القصة هي عبارة أنه نحن ممكن ندور كيف فيني سوي منتج أونلاين على الجوجل، حيطلع لي 2000 مقالة يمكن يا زباب ممكن شوي. أنا دقوه ممكن يمكن خلال يومين أتعلم البيزكس الأشياء وأخذ تجربة وامشي بخطوة بخطوة بهدوء، يعني كمان هدوء مطلوب هون لحتى أشوف السلبيات والإيجابيات وأعرف المنتج اللي عم ينطلب والمنتج اللي ما عم ينطلب، وبالتالي بقدر طوره شوي شوي. تماماً. يعني أهم شيء إنه نحن ما نضل قاعدين مكتوفي الأيدي وإنه حاطين الحزم بجرم مثل ما بنقول وما في شغل ما في شغل، لا، إذا نحن ساعينا وطورنا حالنا نحن قادرين نوصل على العمل. شكراً كثير لوجودك معنا دكتور عمار، وشكراً لكل المعلومات اللي قدمتها، ويا رب كل التوفيق للأشخاص اللي كانوا عم يتابعونا. أكيد شكراً لك. شكراً جزيلاً لك دكتور. شكراً. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بدي اتشكر كل الناس اللي رافقونا عبر شاشات العالم سوريا. لقانا بجدد دائما اكيد بالحلقات القادمه، وطبعا اكيد يطلب منكم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ويوتيوب، ولا تنسوا كل الاخبار حول العالم عن طريق موقعنا الالكتروني العالمسوريا.com. تبقوا بكل الصحه الامان والخير يا رب. من هلا الحلقه الجايه تبقوا بكل الخير. باي.